وقال العلماء إن كل فعل في الصلاة وجد فيه ذكر يناسبه لتحصيل الخشوع. أنت في الصلاة لا تفعل فعلا تسكت فيه، تأتي بذكر، وهذا الذكر مناسب للفعل. وأنت واقف تقرأ القرآن، وأنت راكع تقول سبحان ربي العظيم، وأنت ساجد في الأسفل تقول سبحان ربي الأعلى. قال العلماء من حكم ذلك تحصيل الخشوع. لا يوجد فعل في الصلاة ليس فيه ذكر إلا جلسة الاستراحة، لأنها جلسة قليلة للاستراحة. يسأل عن حكم أن يبدأ الإمام بقراءة آية من وسطها مثلا في الصلاة، مثل آية الدين بحكم أنها مثلا طويلة قد يبدأ من منتصفها، هل يجوز ذلك؟ على المسلم أن يحرص على تطبيق السنة وأن يبتعد عن مثل هذه الاجتهادات، فإذا أراد أن يقرأ آية يقرأها من أولها، من أول الآية إلى آخرها، أما أنه يبدأ من وسط الآية فلا أعلم لهذا أصلا. ولذلك أقول الأخ الكريم عليه أن يحرص على تطبيق السنة. السنة في قراءة في الصلاة أن يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر بطوال المفصل غالبا، والمفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، وفي المغرب من قصار المفصل. هذا على السبيل يعني غالبا وليس دائما، هذا ذكره الفقهاء، ذكروا أن هذا هو المستحب. وعلى ذلك فالأفضل أن يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأقرب للسنة، ولا بأس أن يقرأ أيضا آيات، لكن أن يقرأ من وسط الآية فلا أعلم لهذا أصلا. مسألة التبكير لصلاة الجمعة، لا يجوز لإنسان أن يبدأ الخطيب وهو لم يوجد في المسجد بعد، تأخر الناس بحيث لا يقدمون إلا وقت الصلاة، هذا أمر محرم يأثمون به وهم عاصون لله عز وجل به. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمسألة الثانية فيما يتعلق بالحرص على الصفوف الأول، يأتي الإنسان ويصلي في آخر الصفوف، لو جاء في مجلس عام لحرص أن يكون في مقدمة ذلك المجلس رغبة في التصدر فيه، وإذا جاء بين يدي رب العزة والجلال الذي يرغبه فيه أن يكون من أهل الصف الأول الذين تصلي عليهم الملائكة، ويكون الإنسان في خير الصفوف وأحسنها وأولاها، ينفر من هذا الفضل العظيم ويصلي في آخر المسجد من أجل دقائق ليكون أول من يخرج بحيث لا يحبسه أحد عن الخروج. ذكر الفقهاء أن مما يكره في الصلاة تغميض العينين لغير حاجة، إلا إذا كان في ذلك غرض صحيح كأن يكون أمامه ما يشغله، فإنه لا بأس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغله. أما اتخاذ إغماض العينين في الصلاة عادة ولو لم يكن هناك ما يشغله فهذا يكره. السؤال الآخر يقول سنة الفجر يعني كثيرة ما أؤديها بعد الصلاة، هل في هذا الشيء؟ الأصل أن تؤدى سنة الفجر قبل أداء صلاة الفجر، وهذا هو المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قدر أن الإنسان انشغل وأقيمت الصلاة صلاة الجماعة وهو لم يؤدي سنة الفجر فلا حرج عليه في أن يؤديها بعد صلاة الفجر.
وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال صلى الله عليه وسلم الفجر أربعة، فقال إنما أديت سنة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. فدل هذا على جواز أن تقضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يكن قد أداها قبل صلاة الفجر. نعم.